احنا غير طامعين، احنا البيان الوصل الناس دي رؤيتنا في اننا نسدد به ونعمل مظله لكل الجميع بفرص متساويه متكافئه، ما في حجب، حتى الحركات المسلحه نحن نرحب بها في القاعات، في اننا ندير حوار نخرج السودان من هذه الوهده ومن هذه المطب الحادث الان. احنا ما جايين بحلول، الحلول تدار من المعتصمين ومن المحتجين. اعطونا الحلول والافق السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره من مسائلنا الكبيره، ادونا لهم. احنا ما جايين بحلول، احنا ما ورانا اي ايديولوجيه، اي فكر، اي مجموعه ماشيه.